مصر تفوز بالمركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم. فازت مصر بالمركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم لعام 2020، وذلك وفق لتصويت الذي أجرته مجلة دايف البريطانية لعام 2020 لاختيار أفضل وجهات ومراكز الغوص حول العالم. فقد أشار دايف إلى أن مصر حصلت على نسبة كبيرة من الأصوات، لافتة إلى أنه بجانب أن البحر الأحمر في مصر لم يعد فقط أحد أفضل وجهات الغوص في العالم، إنما يقع في عشقه الكثيرين من ممارسي الغوص والأنشطة البحرية. وسائل الإعلام العالمية تبرز الإعلان عن أكبر كشف أثري في منطقة سقارة. اهتمت وسائل الإعلام العالمية بأكبر كشف أثري في منطقة سقارة تم الإعلان عنه أمس السبت، حيث قالت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية أن مسؤولي الآثار أعلنوا اكتشاف 100 تابوت أثري على الأقل وحوالي 40 تمثالا مذهبا في المقبرة الفرعونية جنوب القاهرة، وفتح علماء الآثار تابوتا بداخله مياه محفوظة جيدا، كما أجروا الأشعة الصينية لتصوير هياكل المومياء القديمة وعرضوا كيف تم الحفاظ على الجسد. ومن جانبها نقلت قناة NBC نيوز عن أمين المجلس الأعلى للآثار مصطفى الوزيري قوله أن التوابيت تخص أشخاص رفيع المستوى أثرياء من النخبة، وأضاف أن علماء الآثار عثروا على ممرات أخرى مليئة بالتوابيت مطلية بالذهب ومرصعة ومزخرفة جيداً. الآثار تنقل المركبة الملكية من قلعة القصير إلى القاهرة لترميمها. للبدء في أعمال ترميمها وصيانتها، قررت وزارة السياحة والآثار نقل المركبة الملكية التي تعود إلى أسرة محمد علي باشا والمتروكة في فناء القلعة العثمانية بالقصير جنوب البحر الأحمر منذ إحباط عملية تهريبها إلى الخارج من أكثر من 8 سنوات، وذلك بهدف إرجاعها إلى الحالة التي كانت عليها من قبل وعرضها بمتحف المركبات الملكية ببولاق. عجلان لأخبار السياحة، إن القطاع السياحي تخطى مرحلة الصبر وحان وقت مساندته فعلياً. قال عاطف عجلان رجل الأعمال وعضو غرفة شركات السياحة في تصريحات خاصة لأخبار السياحة أن القطاع السياحي تخطى مرحلة الصبر طوال فترة انتشار فيروس كورونا من قرارات الإغلاق والإجراءات الاحترازية، إلا أن القطاع يحتاج إلى تطوير المنظومة السياحية بشكل إلكتروني، وهو ما تقوم به الحكومة الفترة الحالية بجانب تدريب الشركات، بحيث أننا لا نبيع المقصد السياحي المصري بشكل رخيص، وتضع مصر على الخريطة السياحية العالمية بحجمها الحقيقي اللائق لها بما تمتلكه من أنماط سياحية وإمكانات لا مثيل لها في العالم وبأسعار مناسبة. محمد بن راشد المكتوم يعتمد الإقامة الذهبية في دبي. اعتمد الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي منح الإقامة الذهبية مدة 10 سنوات لفئات من المقيمين، وهم جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، كل الأطباء والمهندسين في مجال هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، ومتفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة. وتابع بن راشد في تغريدة على تويتر: كما سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة وعلم الأوبئة والفيروسات، بالإضافة لأوائل الثانوية العامة. وأضاف: العقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات. إعادة فتح المتحف الوطني حجر الشمس يضيء مكسيكو سيتي من جديد. يقوم المتحف الوطني في المكسيك بفتح أبوابه من جديد لاستقبال الزوار بعد إغلاقه بسبب تفشي وباء كورونا. ويعد المتحف الوطني للأنثروبولوجيا في العاصمة مكسيكو سيتي هو المتحف الأكثر زيارة في المكسيك. ويضم المتحف قطع أثرية وأنثروبولوجيا مهمة جدا من العصر قبل الكولومبي في المكسيك. 10,000 يورو حذاء الملكة ماري أنتوانيت بمزاد في فرنسا. يطرح حذاء أبيض أنيق من الحرير وجلد الماعز كان عائدا إلى ملكة فرنسا ماري أنتوانيت للبيع في مزاد يقام الأحد في باريس. وستبدأ المزايدات على الحذاء بسعر يتراوح بين 8,000 يورو و10,000 يورو، وهو من أبرز القطع المطروحة في المزاد. وإلى جانب لوحة بعنوان مولير إلى مائدة الملك شمس للرسام فرانسوا جان أوغوري، وهي من اللوحات القليلة التي تظهر الملك لويس 14 إلى جانب الأديب مولير، يتراوح سعر اللوحة بين 40,000 إلى 60,000 يورو.
ولا تزال شخصية الملكة ماري أنطوانيت من أصول نمساوية والتي أعدمت بالمقصلة سنة 1793 محور اهتمام كبير.